الرئيس السيسي يوجه بالتعاون بين الجهات المعنية للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة للتكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات والأردن. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حياة كريمة والانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة في 80 محافظات. بلينكين يؤكد أن أوكرانيا وعدت بلاده بأنها لن تستخدم الأسلحة الجديدة بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل جهزة الدولة والجهات المعنية للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات، سعيا للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث الأشقاء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد المصري الحكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في الاجتماع الثلاثي المصري الإماراتي الأردني الذي تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن وإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بعشرة مليارات دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التي تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الدول الثلاث من العمالة الماهرة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة. كما استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين خلال الزيارة، وذلك في إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات في مصر وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل في مصر بالتوسع في استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية. وقد أكد السيد الرئيس الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة التي تمثل تجسيداً واقعياً للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، حيث وجه سيادته بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات سعياً للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث الأشقاء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيل لسياسة الجوار والتوسع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بمشاركة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما
على ضفتي المتوسط واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعربا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. من جانبه أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمنا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكدا اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي. وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا بقيادة السيد الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء. كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار. كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام. أضاف المتحدث الرسمي أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس. كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشدداً سيادته على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والمسال والكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر تمهيدا لتصدير فوائد الطاقة إلى أوروبا. جاء ذلك خلال استقبال شكري مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي بمقر وزارة الخارجية. كما عرض وزير الخارجية الاستعدادات والجهود الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. كما أكد وزير الخارجية على أهمية استمرار التعاون للتعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على مصر، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لا سيما من خلال دعم المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية وغيرها من المقترحات طويلة الأجل. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية العمل على سرعة تفعيل ما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة من أوجه للتعاون بين مصر والإمارات والأردن.
والعمل على سرعة توقيع العقود التنفيذية للمشروعات التي تم التوافق بشأنها. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي شهد مؤخرا مراسم توقيع التعاقد مع شركة زيمنس العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية. من ناحية أخرى، تطرق رئيس الوزراء إلى زيارة الرئيس البولندي إلى مصر، مشيرا إلى أن مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس البولندي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في الجانب الاقتصادي. وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات خلال اجتماعه، حيث شملت الموافقة على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019. تمنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبذولة حاليا في إطار العمل على تشجيع وزيادة دور صناديق الاستثمار الحكومية في سوق الأوراق المالية، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود المبذولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة الخطوات الخاصة بزيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، حيث استعرض مدبولي تقريرا حول الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل على زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية الذي يتضمن تحديث السياسات الاستثمارية بما يساعد في استدامة ضخ استثمارات جديدة في سوق الأسهم، فضلا عن الاتفاق على توفير تقرير ربع سنوي لقياس مدى قيام المؤسسات الحكومية بزيادة حجم الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع، كما تم عرض ملخص تنفيذي لإنهاء كل من شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية، وكذلك شبكات الغاز وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات والطرق والمجمعات الحكومية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن عدد مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير 1477 قرية يبلغ نحو 30,000 مشروع، حيث تم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة في 7 محافظات وأقل من 70% في 5 محافظات. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة من البعض لرفع أسعارها، وكذلك جرائم بيع السلع منتهية الصلاحية. هذا وقد نجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية الحاسم للجرائم التموينية المتنوعة، بخاصة جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء،
فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 86 طن دقيق وسكر ومكرونة وأرز وزيت طعام مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني بحوزة المسؤولين عن 3 مخازن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والفيوم. وضبط قرابة 68 طن زيت طعام ومكرونة وأرز قام صاحب مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 24 طن مواد غذائية قام المسؤولان عن محل وشركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والشرقية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول. وضبط قرابة 49 طن حديد وأسمنت مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن لتجارة مواد البناء بالشرقية ومالك مخزن لتجارة مواد البناء بالقليوبية، قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. كما تم ضبط طنين أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالبحيرة لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 33 طن أسماك وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمثل ضرراً على صحة المواطنين حال طرحها للبيع والتداول بالأسواق ب4 مصانع لتعبئة وإنتاج الأسماك بدون ترخيص بالغربية والشرقية، وضبط 24 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية، وضبط 30 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن معمل لمنتجات الألبان بالبحيرة. وتمكنت الإدارة من ضبط 24 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية خلال حملات شنتها الإدارة بالدقهلية والشرقية، وضبط قرابة 20 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتؤثر على الثروة الزراعية حال طرحها للبيع وذلك بالفيوم والشرقية. وتتواصل الحملات الأمنية للتصدي لكافة الجرائم التموينية، ومعها يتواصل تحقيق النتائج الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 30.5 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط أكثر من 45 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 620 قضية، من بينها 89 قضية خبز ناقص الوزن و100 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 73 طن أقماح محلية. أعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية في ضحايا الفيضانات بمناطق في شمال شرق البرازيل والتي أسفرت عن عشرات من المتوفين والمفقودين. كما تقدمت مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأكدت على تضامنها ووقوفها مع البرازيل في جهود البحث الجارية عن المفقودين جراء هذا المصاب الأليم.
أكد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان أن موقف دول مجلس التعاون الخليجي موحد من الأزمة في أوكرانيا. ودعا بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا إلى العمل على التهدئة وإيجاد حل للأزمة الأوكرانية. ويأتي الاجتماع في ظل زيارة يقوم بها الوزير الروسي إلى السعودية، حيث عقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف. وقال الحجرف إن المجلس بحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس التي صدرت سابقا، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة. اتهم وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الدول الغربية بمخالفة ميثاق الأمم المتحدة بتصرفاتها ضد موسكو، مشددا على ضرورة سحب السلاح الثقيل من أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي أشار لافروف إلى احتمالية تورط دولة ثالثة في الأزمة الأوكرانية بسبب تزويدها كييف بالسلاح. كما أضاف لافروف في الوقت ذاته إلى أن بلاده تواجه صعوبات كبيرة في تصدير الحبوب بسبب العقوبات على السفن. فيما يتعلق بروسيا ليس لديها أي مشاكل في ضمان وصول وتوريد الحبوب إلى الأسواق العالمية، المشكلة موجودة فقط لدى عدم وجود حرية خروج لهذه السفن من الموانئ الأوكرانية بسبب الألغام التي وضعتها القوات الأوكرانية. قالت روسيا إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة وذخائر سيزيد من مخاطر وقوع مواجهة مباشرة. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بشكل سلبي للغاية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لسنوات عديدة لم تحاول فعل أي شيء من أجل إيجاد حل للصراع الأوكراني. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار، تتضمن أنظمة صواريخ عالية الدقة بإمكانها ضرب أهداف على بعد يصل إلى 80 كيلومترا. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستقف مع شركائها الأوكرانيين وتستمر في تزويدهم بالأسلحة والعتاد للدفاع عن أنفسهم. وقال بايدن إن الخطة تتضمن منح أوكرانيا أنظمة صواريخ هيمارس عالية الدقة بعد أن تلقت تطمينات من كييف بأنها لن تستخدمها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية. في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى التي تتلقاها ضد أهداف داخل الأراضي الروسية. ونفى بلينكن الادعاءات التي تتحدث عن أن واشنطن تخاطر بالتصعيد مع روسيا، مؤكدا أنها تسعى لجعل أوكرانيا أقوى في أي مفاوضات مستقبلية. في هذا اليوم كان الرئيس بايدن قد أعلن عن حزمة مساعدات إضافية وأسلحة متطورة وهم ما يحتاجونه على وجه التحديد للتصدي للعدوان الروسي، وهذا يشمل أنظمة صواريخ يمكن استخدامها في ميدان المعركة لتصيب أهدافا بعيدة. هذه الاستراتيجية قد بدأت حتى قبل اندلاع الحرب الروسية، إذ كنا نقوم بإرسال عدد كبير من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا لتصدي وردع أي هجوم روسي كان يمكن أن ينبثق. من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يان ستولتنبرغ أن الحلف عزز وجوده في الجزء الشرقي تحسبا لأي حسابات روسية خاطئة. كما شدد ستولتنبرغ على ضرورة العمل على منع تمدد الصراع القائم في أوكرانيا. أود أن أرحب بالحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية التي تم الإعلان عنها هذا الصباح، وهذا يظهر مدى حسن القيادة الأمريكية، أن الدعم القوي من قبل الناتو وحلفائه في يظهر أن حرب بوتين
دموية سوف تفضي إلى انتصار أوكرانيا، وفي ذات الوقت لابد لنا أن نمنع هذا الصراع من التصعيد أكثر من ذلك. أعلن المستشار الألماني أولاف شولز أن ألمانيا ستقدم أنظمة إيريستي حديثة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. وقالت شولز في خطابه أمام البرلمان الألماني البونستاغ إنه بمساعدة هذه الأنظمة ستكون أوكرانيا في وضع يسمح لها بحماية مدنية رئيسية بأكملها من الهجمات الجوية الروسية. وأضافت شولز أن ألمانيا تعهدت بمنح أوكرانيا رادار تعقب قادر على اكتشاف مدافع الهاوتزر ومدافع الهاون والمدفعية الصاروخية. وأكد المستشار الألماني أن برلين سترسل قاذفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، واضحا أن هذه الأنظمة لن تكون قادرة على استهداف الأراضي الروسية. صوت الدنماركيون اليوم على استفتاء لانضمام بلادهم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي بعدما بقيت خارجها طوعا طيلة 30 عاما. ومن المقرر أن تظهر نتيجة الاقتراع في وقت لاحق اليوم، حيث تتواصل عمليات فرز الأصوات، إلا أن نتائج آخر استطلاعات الرأي قد أظهرت تأييد أكثر من 65% من الدنماركيين انضمام بلادهم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد. يأتي هذا التحول على إثر تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. كان 11 حزبا من الأحزاب 14 في البلاد قد دعت إلى التصويت بنعم، ومع ترشيح السويد وفنلندا التاريخي للانضمام إلى الحلف الأطلنطي الناتو والاستفتاء الدنماركي، ستتمكن الدول الثلاث من أن تجمع قريبا بين سياسة الدفاع الأوروبية والمشاركة في حلف الناتو. توقع اتحاد تجار الحبوب الأوكراني أن ينخفض محصول أوكرانيا من القمح في 2022 إلى 19.2 مليون طن من 33 مليون طن سجلها في عام 2021، لكن انخفاض الصادرات سيدفع المخزونات لمستويات ارتفاع قياسية. كما توقع الاتحاد أن تتمكن أوكرانيا من تصدير 10 ملايين طن من القمح و15 مليون طن من الذرة، لكن الطاقة التصديرية الحالية لا يمكنها أن تتخطى 18 مليون طن للموسم بأكمله. وتراجعت صادرات كييف بشكل حاد بعد أن أغلقت روسيا موانيها على البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأخطاء في تقييماتها السابقة للتضخم المرتفع الذي تشهده الولايات المتحدة حالياً. قالت جانيت يلين إنها لا تتوقع أن يصبح التضخم مشكلة، مضيفة أنها قللت من شأن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي من عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلسلة التوريد الدولية. ومع ذلك ارتفعت أسعار المستهلكين في أبريل الماضي بنسبة تصل إلى 8.3% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. Ukraine needs budget funding to pay soldiers, employees, and pensioners, as well as to operate an economy that meets its citizens.
حذرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو من أن النقص في أشباه المواصلات قد يستمر لفترة طويلة، وحذرت ريموندو من أنه يجب الانتظار حتى عام 2024 ليشهد الجميع تحسنا حقيقيا. النقص في أشباه المواصلات أزمة أخرى تواجهها الولايات المتحدة، حيث خرجت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو لتحذر من أن هذا النقص قد يستمر لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه يجب الانتظار حتى عام 2024 ليشهد الجميع تحسنا حقيقيا. ووفقا لجينا ريموندو، فإن رؤساء الشركات يتهمون الكونغرس بالتأخر في تمرير تشريع لدعم إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، بينما كل الدول الأخرى لديها إعانات على الطاولة. الخبراء يرون أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة، فيمكن لشركات عالمية الانتقال لبناء مصانع في بلدان أخرى غير الولايات المتحدة، ما دفع وزيرة التجارة الأمريكية دعوة نواب الكونغرس للتوصل إلى اتفاق. وارتفع الطلب على الرقائق الإلكترونية أثناء جائحة كورونا، ما تسبب في حدوث نقص تفاقم حاليا بسبب إغلاق المصانع في الصين جراء عودة ظهور إصابات الفيروس. أشباه الموصلات موجودة بقوة في الحياة اليومية، وتصنع أساساً في آسيا، وهي ضرورية لإنتاج السيارات والهواتف الذكية أو حتى المعدات الطبية. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة يونانية بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الثروة الحيوانية في سياق معالجة تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على معالجة الأزمات المؤقتة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية إن هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو سيمكن اليونان من دعم مربي الماشية المتضررين من زيادة تكاليف المدخلات الناجمة عن أزمة أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة. أكد بنك إسبانيا أن الاقتصاد الأوروبي يمكن أن يتعرض لحالة انكماش من جراء الحظر الذي تفرضه أوروبا على منتجات الطاقة الروسية، وأشار البنك أن الاقتصاد الأوروبي سيشهد انكماشا بنسبة 7.6%. للمزيد من المتابعة في سياق التقرير التالي. بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل بخفض الواردات من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، حذر بنك إسبانيا من أن الاقتصاد الأوروبي يمكن أن يتعرض لحالة انكماش من جراء الحظر الذي تفرضه أوروبا على منتجات الطاقة الروسية. دراسة جديدة أصدرها بنك إسبانيا أن إجمالي الناتج المحلي بالاتحاد الأوروبي سينكمش بنسبة تتراوح من 2.5% إلى 4.2% بوجه عام إذا توقف وقفت أوروبا عن شراء كافة منتجات الطاقة من روسيا. وأوضح البنك أنه تم في الدراسة استطلاع آراء 18 من المحللين الاقتصاديين، وأن الدراسة أظهرت أن معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي سيتزايد من جراء ذلك بنسبة تتراوح من 1.6% إلى 2.7%. وأشار المرصد الإخباري الأوروبي إلى أن الدراسة أظهرت أن الاقتصاد الروسي سيشهد انكماشا بنسبة 7.6%، وأن معدل التضخم في روسيا يتضاعف تقريبا خلال العام الحالي ليصل إلى 16.4%. هذا وأكد البنك المركزي الأوروبي أن بيانات التضخم الأخيرة ستلقي بمزيد من الضغوط على البنك للتشدد قليلا إزاء السياسات النقدية غير المقيدة التي يتبناها، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع التضخمي قد يدفع البنك إلى زيادة أسعار الفائدة المصرفية بنسبة وصفها بالجريئة في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل في أمستردام، حيث ارتفع مستوى التضخم وغلاء المعيشة في منطقة دول الاتحاد الأوروبي مسجلا رقما قياسيا هو 8.1% بنهاية شهر مايو الجاري مقارنة بشهر مايو 2021. سجلت سريلانكا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها معدل تضخم غير مسبوق في مايو الماضي، وذلك للشهر الثامن على التوالي. ووفقا لأرقام قياسية ورسمية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو بنسبة 39.1% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 29.8% في أبريل الماضي. كما بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية في كولومبو 57.4% في مايو الماضي مقابل 46.6% في شهر أبريل.
قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.5% في مايو الماضي مدفوعة بارتفاع تكاليف العمالة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأسمدة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكشف أحدث مؤشر لأسعار المتاجر من اتحاد التجزئة البريطاني عن تضخم أسعار التجزئة بنسبة 2.8% في مايو، وهو أعلى رقم منذ يوليو 2011. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة وتيرة انتقال الأمراض المتوطنة من الحيوانات إلى البشر. حذر مايك راين مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من أن تفشي الأمراض المتوطنة مثل جدري القردة وحمى لاسا أصبح يتكرر بصورة أكثر انتظاما. ويأتي تعليق راين في الوقت الذي تستمر فيه حالات الإصابة بجدري القردة في الارتفاع خارج أفريقيا موطن المرض. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أنها تلقت تقارير عن أكثر من 550 حالة إصابة مؤكدة بالمرض الفيروسي من 30 دولة خارج أفريقيا منذ التقرير الأول في بداية مايو. طرحت منظمة الصحة العالمية روشتة علاجية لاحتواء ومحاصرة جدري القردة لوقف انتقال العدوى إلى أقصى حد ممكن. وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ ضرورة العمل للسيطرة على التطور السريع للوضع بشكل سريع، موضحا أن الروشتة تتمثل في اتخاذ عدة إجراءات، أولها إشراك المجموعات المجتمعية وقادتها ومنظمات المجتمع المدني بنشاط لزيادة الوعي ومشاركة المعلومات حول كيفية تقليل مخاطر التعرض للمرض، لافتا إلى ضرورة إلزام المرضى بالعزل خلال الفترة المعدية لمرضهم والتعقب السريع لجميع المخالطين للحالات والتأكد من عدم ظهور المرض عليهم خلال 21 يوما، وذلك مع اتخاذ التدابير الطبية المتاحة حاليا بصورة عادلة ومنصفة استنادا إلى مستوى الخطر ومدى توافر التدخل ومدى ملائمته. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك تأخيرا متعمدا في القضاء لفتح كل الملفات. وخلال اجتماع مع مجلس الوزراء شدد الرئيس التونسي أن حكومته لا تتدخل في القضاء، رافضا في الوقت ذاته أي تدخل مهما كان مصدره أو مهما كان مصدره. لم نتدخل في القضاء، ولكن لن نترك الشعب التونسي والدولة التونسية في هذا الوضع الذي تعيشه. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي اليمني. جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج والسفير الأمريكي الجديد. تطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع على الساحة اليمنية وفرص تجديد الهدنة في ظل تعنت قوات الحوثي في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة. من جهته أكد السفير الأمريكي تقدير بلاده لرئيس مجلس القيادة اليمني والمبادرات المهمة التي قدمها المجلس من أجل إنجاح الهدنة وتعزيز فرص السلام وإنهاء معاناة اليمنيين. We'll be right back.
أجرت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الكشف الطبي على 1769 مواطنا من مواطني قرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر مايو. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القوافل الطبية تقام شهريا بقرى البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تم إجراء عدد 471 فحصا معمليا و292 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وعقد 62 ندوة تثقيف صحي، وعمل 65 قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي وقرى ومدن محافظات البحر الأحمر. انطلقت القوافل العلاجية في ربوع المحافظة عن شهر مايو بحوالي 8 قوافل علاجية، تم عمل فيها 1700 كشف تقريبا، إجراءات معملية 471 وأشعة 178 حالة، وتم الكشف المبكر على الأمراض المزمنة 292 حالة، وانطلقت الندوات التثقيفية في القوافل الطبية عن طريق 62 ندوة و65 تقرير طبي في جميع أنحاء المحافظة. أعلنت وزارة الصحة إطلاق 54 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من الأول إلى العاشر من يونيو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ضمت كافة التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك الخاضعة لها وسبل حمايتها وتطويرها. وأكد وزير الموارد المائية أنه في إطار رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جاري حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة على مدار اليوم لمنظومة توريد الأقماح على أرض المحافظات، والعمل على تذليل كل المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التوريد مع المزارعين، سواء في الصوامع أو أماكن التجميع أو الشون. وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية مراجعة الكميات المستهدفة بكل محافظة بالكميات التي يتم توريدها يوميا لتحقيق المستهدف والمعلن عنه بكل محافظة خلال الفترة الماضية. كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن معدلات ونسب التعديات على الأراضي الزراعية انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نظرا للجهود والمتابعة اليومية. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. وجولة مع الأخبار الاقتصادية مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك سحر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. اختتم مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة فعاليات الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على مدار يومين، وذلك بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربية وقطاع الأعمال العام وعدد من المؤسسات والجهات المعنية. وفي ختام المؤتمر تم إعلان التوصيات العامة لجلسات المؤتمر التي بلغت 12 جلسة، ومن أبرز هذه التوصيات تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم والصناعة والاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية. انطلقت الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي 2022 تحت رعاية الرئيس السيسي المنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 4 من يونيو الجاري في شرم الشيخ. وتأتي تلك الاجتماعات تحت شعار بعد التعافي من الجائحة
الصمود والاستدامة، وأكدت الحكومة اهتمام كافة أجهزة الدولة بتقديم كل أوجه الدعم للمشاركين بالاجتماعات، وتطلع لأن تكون هذه الاجتماعات فرصة لتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء وزيادة مساحات التعاون المشترك. كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع ملحوظ في صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 98% لتصبح 3.9 مليارات دولار. وأوضح المركز أن إيرادات التصدير من الغاز الطبيعي زادت بنحو 768% لتصبح 4 مليارات دولار في 2021 مقارنة بنحو 456 مليون دولار في 2020. أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروات المعدنية نتيجة المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 في جولتها الثانية، وأوضحت الهيئة أنه تم إسناد 8 مناطق إلى 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية، وتمثل نتيجة الجولة الثانية من المزايدة نجاحاً في جذب استثمارات جديدة بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وضخ الاستثمارات، وامتداداً لما تحقق في الجولة الأولى بالمزايدة التي تم خلالها إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية. افتتحت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، افتتحت معرض صنع في دمياط للأثاث بمبنى مشاريع مصر التابع للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر. وقالت نيفين جامع إن جهاز تنمية المشروعات اعتمد على تقديم مختلف أوجه الدعم للأيدي العاملة الماهرة بقطاع الأثاث ماليا وفنيا، وبدأ ذلك برفع الوعي للعاملين بالقطاع من خلال إتاحة مشاركتهم في ورش العمل والندوات التعريفية، وللمزيد في سياق التقرير التالي. جودة الصناعة المصرية تعود لتظهر وتتلألأ في عالم الآثاث. معرض دمياط للآثاث الذي يفتتح أبوابه ليستقبل الزوار بأرض المعارض لمدة 10 أيام يضم الآلاف من الأيدي الماهرة ذات الخبرة ليعرضوا منتجاتهم من الأخشاب الطبيعية بتصميمات ترافية وعصرية. حريصين على استضافة دايماً مصنعي دمياط للأساس إنهم يكونوا موجودين معنا هنا في المعرض، انك انت بتفتح من خلالهم مجالات للتسويق لانها صناعه متميزه، صناعه مصريه ذات جوده عاليه. وحقيقي كل فتره او كل معرض بنجد المنتجات بجوده احلى وفي نفس الوقت متوافقه مع الاذواق العالميه والاذواق الجديده. المعرض بينجح كل سنه نجاح كبير جدا، وطبعا هو ده فرصه ان احنا بنوري الناس كلها المنتج الدمياطي، وكمان بنفتح افاق جديده للتسويق للصناع الصغيرين. يعني معرض صنع في دمياط في دورته السادسه ونسخته الثانيه هذا العام جمع العديد من اصحاب مصانع وورش الآثاث بمحافظه دمياط لعرض منتجاتهم من غرف النوم والأطفال، بالإضافة لتشكيلة من الآثاث المطبخي وغرف المعيشة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية. أول مرة أقدم، فبصراحة ندمان إن أنا ما جيتش قبل كده، يعني الموضوع في إعلانات جامدة، الشغل هنا بياخد حقه، في إضاءة كويسة، في دعايات حلوة للمكان، في زباين كتير موجودة. بنشتغل وبيفتح لنا مجال شغل، واحنا طبعا مدينة الاساس ومركز تنميه المشروعات اللي عاملين المشروع ده عشان نطور من نفسنا ونسوق. المعرض صنع في دمياط احنا دايما حريصين ان احنا بنشارك فيه، لان المعرض ده بيتوفر له كل سبل النجاح من المسؤولين والقائمين عليه، من اعلان ومن تنظيم ومن شكل مناسب للمعرض، فبنبقى حريصين دايما على المشاركه في معرض صنع في دمياط بالذات. اول مره ان انا اشارك تبع مدينه الاساس، فحبيت ان انا اشارك بالشغل بتاعي ده من الخامات البديله، من الشغل المتطور، عشان جبنا المكن الحديث وبدانا ان احنا نشتغل في فكره التطور. بعد ما السيد رئيس الجمهوريه كان بيزورنا في مدينه الاساس وقال ان الدمايطه لازم يفكرهم
ان احنا نتطور ونغير المنتجات بتاعتنا. مجهودات لا تتوقف من الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بقطاع الآفاف، مما يساعد على توفير فرص عمل وفتح آفاق تسويقية جديدة خارجيا وداخليا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة لمتابعة العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة. كما اطلع رئيس الهيئة على مخطط أعمال الاستزراع السمكي بالشركة، حيث بلغت إجمالي عدد الأحواض المستزرعة 187 حوضا، ومن المقرر استزراع 107 أحواض آخرين خلال الشهر القادم. وشملت الجولة التفقدية كلا من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمبنى الإداري والسور الخارجي المحيط بالشركة والمسجد، فضلا عن الأعمال المدنية الخاصة بتدييش الأحواض والتجهيزات الملحقة من المجاري المطورة للري. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء. وسجل رأس المال السوقي مستوى 661 مليار و200 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10150 نقطة، وأغلق عند 10083 نقطة، منخفضا بنسبة 65%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1744 نقطة، وأغلق عند 1726 نقطة، منخفضا بنسبة 1.2%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2621 نقطة، ليغلق عند مستوى 2596 نقطة، متراجعا بنسبة 95%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و56 قرشا للشراء و18 قرشا و 18 جنيها و67 قرشا للبيع. وسجل اليورو 19 جنيها و87 قرشا للشراء و20 جنيها للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 23 جنيها و33 قرشا للشراء و23 جنيها و48 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و5 قروش للشراء و5 جنيهات و8 قروش للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4 جنيهات و95 قرشا للشراء و4 جنيهات و98 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1843 دولارا و89 سنتا للأوقية. ومحليا سجل عيار 18 نحو 857 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1000 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1143 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8000 جنيه. تراجعت الأسهم الأوروبية، حيث أدى ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتباطؤ نشاط المصانع في منطقة اليورو إلى إثارة المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم القياسي. وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي 1%، وخسر المؤشر 1.6% خلال شهر مايو بعد أن أثار ارتفاع التضخم المخاوف من تدخل عنيف من جانب البنك المركزي. وقادت أسهم شركات السفر والقطاع العقاري المؤشر ستوكس نحو الانخفاض، كما انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 1% والمؤشر داكس الألماني 0.3%. انخفضت معظم البورصات الخليجية عند الإغلاق مقتفية الأثر أسواق الأسهم العالمية، حيث أدت زيادة مخاوف التضخم في جميع أنحاء العالم إلى تعميق القلق بشأن النمو، فيما خالفت دبي هذا الاتجاه. وأغلق مؤشر أبوظبي منخفضا بنسبة 1.7%. وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية بوقع 1.2%. وهبط المؤشر القطري 0.7%، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 1.8%.
صعد الدولار مقابل اليورو مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تصاعد المخاوف من التضخم العالمي مجددا. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بينها اليورو بنسبة 2%، مواصلا تحقيق مكاسب بضغط من بيانات ارتفاع تضخم المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي. وانخفض اليورو 2% مقابل الدولار، واستمر في التراجع من أعلى مستوى في شهر واحد البالغ 1.7% دولار. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى صحر محمد، إليكما. شكرا لك دينا. أعلنت السلطات المكسيكية أن حصيلة ضحايا إعصار أغاثا الذي ضرب جنوب البلاد قد تسبب في فيضانات شديدة وانزلاقات أدت إلى 10 قتلى و20 مفقودة. وقال مسؤول مكسيكي إن الإعصار انتهى دون وقوع خسائر في الأرواح، لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت تسببت بفيضانات في الأنهار وأحدثت انهيارات أرضية. والآن مع وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة. ومرة أخرى دينا شرف. شكرا لك صحة، شكرا لك محمد، والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام توقيع العقود الخاصة بمباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية المقررها في 14 يونيو الجاري، وذلك مع الاتحاد الكوري. يأتي هذا بينما يواصل منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال الاستعداد لمواجهة غينيا وإثيوبيا المقرر لهما 5 و9 يونيو الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم الإفريقي 2023 بكوت ديفوار. قدم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لاعبه الجديد الكرواتي إيفان بيريسيتش للجمهور ووسائل الإعلام بعد إتمام التعاقد معه عقب نهاية عقده مع إنتر ميلان الإيطالية. ووقع بيريسيتش مع توتنهام عقدا لمدة 2 عامين ليعود من جديد للعب تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بعد الفترة اللي قضاها في موسم 2020-2021 وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي. نتحول لبطولة فرنسا المفتوحة، حيث أثبت الإسباني المخضرم رافائيل نادال مرة أخرى أن الحديث عن نهاية عقده سابق لأوانه، حيث واصل ملك الملاعب الرملية سعيه لتمديد رقمه القياسي وحصد لقبه الـ22 في البطولات الأربع الكبرى بعد انتصاره على منافسه الصربي لادود نوفاك ديكوفيتشي في مباراة ماراثونية في الربع النهائي. وحسم اللاعب الإسباني اللقاء ب3 مجموعات مقابل مجموعتين. ختام أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى السحر ومحمد، إليكما. شكرا لك دينا. تستعد الشركة المصرية للأقمار الصناعية ببدء الاستعداد لإطلاق أحدث أقمار الشركة نايل سات 301 ليحل محل نايل سات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي عام 2028. وأكدت الشركة أنه تحدد يوم 7 أو 8 يونيو الحالي موعدا لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل التي أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة تاليس بفرنسا، حيث تم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق كاب كانيفرال بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس إكس العالمية.
ومن القمر الصناعي المصري إلى أخبار الطقس والحالة الجوية تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة دينا. شرف إليك مرة أخرى دينا. شكرا لك محمد. شكرا لك سحر. والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 35 والصغرى 21، إسكندرية 29 20، مطروح 27 20، بورسعيد 29 20، الإسماعيلية 36 20، السويس 35 20، العريش 30 19، طابة 35 22، شرم الشيخ 35 27، الغردقة 34 26، الأقصر 38 25، أسوان 39 26، الوادي الجديد 38 26، شلاتين 35 26، وأخيرا حلايب 30 23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. De adulta y luego abandonaron su ciudad natal y emprendieron un viaje de casi 9000 kilómetros. Pásamelo. Ya se lo pasé, chaval. Ah, okay. Ese es el link. Y aquí está, pues. En avión que llega. Entonces, ¿cómo lo haces? بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة. بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بالتعاون بين الجهات المعنية إلى العمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة للتكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات والأردن. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حياة كريمة، والانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات. بلينكن يؤكد أن أوكرانيا وعدت بلاده بأنها لن تستخدم الأسلحة الجديدة بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت متواصلة معنا ومعكم ويوسف الحسين. أهلا بك. أهلا بك. إزيك يا صاحبي؟ إزيك محمد؟ عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. خلاص كده هيطلقوا نايل سات 301، حاجة عظيمة جدا. في يوم من الأيام هيطلق من مصر.
قول ان شاء الله بدل ما نطلع على فلوريدا وكيب كانيفرل وحاجات زي كده، لا هيطلق مثلا من المقطم، يعني حاجه كده لطيفه في القريب. اشكركم جدا واستاذنكم نبدا فقراتنا.